خرا بدا كيتحمر هادشي، اللهم بارك. نبعد كون الخوت كيديروا بخير، لمس عليكم، كنتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم الاخوان هو الفرار مازال خدام معنا. المهم الاخوان جربنا لكم هذيك المره الطاجين صدق، دابا غنجرب لكم ان شاء الله الخبز. بقاو معنا تابعوا الفيديو حتى الاخر. يلا تحياتي. لا كتشوف هنا صور صور هنا ايه هاكاك الخبزه الثانيه صورها هدي هنايا هاكاك هنايا عاوتاني بسم الله ها هو هاكا ثلاث نقاط ثلاثة ديال لي بواش يلا صورة يدين أيا هنا يلا بقى معنا الآخر يلا نسدو سد يلا تحية أنا الأخوان تنشوفو الخبز واش يصدق ولا ما يصدقش يلا المهم فكرة ناجحة إن شاء الله نتوما خوتي ها الخبز راه جدا طرا صافي دابا كتمشى كيما بغيت ها شوف التحتانية التحتانية مازال شوية المهم الفوقانية هاكا كتجاوب معاك مزال المهم بقاو معنا الإخوان شوفوا الكارثة هذي الإخوان بدا الخبز كيتحمر اللهم بارك نتوما هادشي الفوقانية بدات كتحمر اللهم بارك التحتانية مازال واحد شوية تبارك الله ما شاء الله زاد شوية هاديك بدات كتحمر هادي طاب دابا ياك هادي تسلفها خوت واحد الحرشه ديال الدراهم شاش شاش يا دمار تغضرب بوحدها غضرب بوحدها ودرت هذا دابا بسبستها بالزيت باش تنفخ شويه شويه ديال السنيده والملح دير حرشه من الاولى حرشه عاديه لا حرشه حرشه مجموعه يضرب وحده ماما الاخوان فكره ناجحه هادو راه تحمروا تقريبا راه طايبين كنت كتخرج عندي واحد الحراره النيش هادو راه قلبناهم تحتاني عاد زوطناها يلا من هنا استودعكم الله فكره ناجحه 100% تحياتي لكم